السلام عليكم. موضوعنا المرة دي هيودينا لغاية البر الغربي، تحديدا محافظة الأقصر، مركز القرنة، قرية هناك اسمها قرية قامولة في البر الغربي في الأقصر. البنت اللي اتقتلت واتضربت 7 طعنات في أماكن متفرقة من جسمها، ما بين الرقبة والصدر والبطن، 7 طعنات قاتلة، واللي قتلها هو الأخ. الموضوع ابتدى لما الاهالي اتصلوا بوحدة اسعاف ارمنت في الاقصر علشان في وجود واحدة متعورة بسكينة ومضروبة كذا طعنة. وحدة الاسعاف على طول راحت لغاية هناك، وهي في طريقها بلغت شرطة النجدة. رئيس المباحث راح في الحال عشان يكتشف الموضوع كله من الالف للياء. الاسعاف خدت البنت فعلا رحمة الله عليها للمستشفى، ولكن لغاية لما وصلت المستشفى كانت توفاها الله. البنت في العشرينات. السبب الرئيسي في حاجة زي كده وجود خلافات أسرية ما بين الأخ وما بين الأخت. وسائل التواصل الاجتماعي اتكلموا كتير في الموضوع، وقالوا اجتهادات شخصية برضو ملهاش أساس من الصحة. حتى لو عارفين السبب، ولكن في بعض الأماكن وبعض الشخصيات ما بتحبش تذكر السبب الأساسي في حاجة زي كده. السبب المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي وجود خلافات أسرية ما بين الأخ والأخت. الأخت اللي عندها 20 سنة، اللي المفروض الأخ يكون حماها أو يكون حماها. الأخت اللي لسه طالعة للدنيا جديد. مفيش أي خلافات أسرية ممكن تؤدي ان اخ يقتل اخته ويضربها اكتر من طعنة. لو قلنا اللي انت غلط وقت الغضب، وده طبعا امر مستبعد، ممكن تضربها سكينة تيجي فيها، ولكن علشان تضربها 7 طعنات قاتلة، ده انت كده مبيت النية للموضوع ده. البنت العشرينية اللي اتقتلت عن طريق اخوها، البنت دي رحمة الله عليها اتقتلت بعد يوم من وفاة ذبح البنت طالبة المنصورة نيرة. بصراحة الموضوع بقى كتير شوية، وخصوصا العنف تجاه الست أو المرأة، وخصوصا الشابات. ولكن هنا الأمر مختلف شوية. الأمر هنا عن طريق الأخ، وزي ما قلنا مفيش أي خلافات أسرية ممكن تخلي الأخ يعمل كده في أخته، إلا لو حاجات كبيرة جدا، وبرضه مالكش حق إن أنت تعملها. التحريات زي ما قلنا جابت الموضوع واتقبض على الشاب، ولكن لسه مفيش سبب رئيسي للموضوع إلا كلمة الخلافات الأسرية. علشان كده بنتمنى إن الخطابات الدينية سواء في الجوامع أو في الكنائس إن هي تركز على الموضوع ده، صلة الرحم، الأخ وأخته، التربية. الخطابات الدينية لازم توجه وبقوة، ده طلب وأمنية إن الخطابات الدينية دي توجه للناس علشان يعرفوا الصح والغلط إيه، مع إن إحنا بنبقى عارفين، ولكن في وقت معين بنحب إن إحنا نتذكره، مش اكتر من كده. علشان كده بنقول يا ريت الخطابات الدينية توجه للعنف الاسري والعنف اللي احنا بنشوفه في كل مكان اليومين دول. رحمة الله عليها اللي توفت في الاقصر، توفت بعد مقتل وحادثة نيرة طالبة المنصورة اللي اتذبحت في عز النهار. علشان كده الموضوع ده عمل لغط كبير جدا في محافظة الأقصر، والناس كلها متضايقة وحزينة بسبب الموضوع ده، وخصوصا ان منطقة الأقصر منطقة سياحية مش متعودين تبقى فيها جرائم زي اللي احنا بنشوفها بالشكل ده، تحديدا القتل او الذبح او الطعن، وكمان عن طريق الأخ. الناس اللي هناك في محافظة الأقصر ناس ودودين جدا، ناس بتوع السياحة بيحبوا الناس، ولكن الحادثة دي عملت لغط
وعملت قلبان في الشارع في محافظة الأقصر. الأخ السند هو اللي قتلها. يا ريت كلمة صغيرة تسمعوها مننا. الأب والأم مش في الموضوع ده تحديدا، بصفة عامة عليهم جانب كبير جدا في التربية الصحيحة. يعني علشان يبقى فيه حبل رباط قوي ما بين الإخوات وبعضهم، لازم الأسرة كل شوية تقوي الرابط ده، والتربية من وهما صغيرين يخلوا الإخوات دول ويعلموهم معنى معين، ألا وهو الحفاظ على بعضهم، علشان ما نشوفش الحاجات والجرائم اللي بتحصل يوم ورا التاني. حاجة كمان، موضوع الإرث أو الميراث وتحديدا مع الإخوات، بجانب الخطابات الدينية اللي بنتمنى إن هي تبقى متواجدة في الجوامع والكنائس، بنتمنى كمان إن هي تكون موضوع رئيسي في التربية. يعني ورث الأخت لازم الأخ يحافظ عليه، ولازم الأخ يحابي على أخته ويخليها تحت جناحه. لازم البنت تبقى مصاحبة للأهل 100%، وكذلك الولد، ولكن هنقول البنت أكتر من كده بكتير. التربية عامل رئيسي في الموضوع ده. الهيبة اللي كل يوم والتاني بنشوفها بتقل في أماكن معينة معروف عنها بالعادات والتقاليد. يعني هيبة الأب والأم، الأخ ده اللي قتل أخته لو كان بيخاف من أبوه وأمه ما كانش عمل حاجة زي كده، لو كان بيهاب من أبوه وأمه وأهله برضو ما كانش عمل حاجة زي كده. لو قلنا أقصى حاجة في الدنيا سمعتها مش كويسة، عفوا ليها أب وليها أم، مالكش دعوة. حتى لو أنت أخوها، عفوا في أب وفي أم، ولكن في بعض الأوقات الإخوات بياخدوا حكم الإعدام على إخواتهم لمجرد سماع الإشاعة. علشان كده لازم نفكر في المواضيع دي 1,000,000 مرة. علشان كده دايما بنقول يا ريت البنت تصاحب أخوها وتصاحب أمها وتصاحب أبوها. وسائل التواصل الاجتماعي اللي بعدتنا عن بعض، اللي بعدت الحياة الأسرية كلها عن بعض، كفيلة ان هي تخلي 1,000,000 قنبلة موقوتة من الجرائم تحصل يوم ورا التاني. شخصيات مجهولة، هويات غير معروفة، ناس بنتعرف عليهم من مفترق الدنيا كلها، ولكن بيجمعهم حاجة واحدة، ألا وهو عدم الاحتواء. بمعنى مفيش حد في البيت ده بيكلم البنت أو بيكلم الولد، علشان كده بيلجأ لناس بره وكتيرة جدا. حتى تعاملنا مع وسائل التواصل الاجتماعي بقت غلط، تعلمنا ليها ومعرفتنا ليها بقت غلط. ياريت نرجع للأسباب الرئيسية في أي حالة قتل شفناها وأي جريمة بتحصل، على وعسى نستفاد منها. رحمة الله على البنت اللي توفت في محافظة الأقصر، عزائنا لأهلها ولمحبيها. السلام عليكم.